سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى دائما تكونوا احسن الاحوال. اليوم غادي نقدم لكم خيمات ديال الشعير او البطبوط الشعير، تيجي شهوه منه ما تشبعوش منه، وخصوصا في هذا البرد. وغادي نوجدوه بالخميره البلديه، ماشي العاديه، الخميره البلديه اللي هي صحيه مليون في المئه، وتتوجد غير 48 ساعه وتجي هائله، والخيمات تيجي اكثر من رائعين. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه. اذا البنات غادي نبداو نوريكم كيفاش الطريقه باش توجدوا الخميره بلديه. كيف قلت لكم غادي ناخذوا دقيق القمح الكامل، كيف تشوفوا معايا نخالته بكل مانيه، من الاحسن دقيق القمح الكامل. صافي، وتنبداو دابا لحقاش الوقت شويه بارده، غادي نعملو ماء دافئ، ماشي بحال ملي تيكون الصيف والصهد. صافي، بداو تنبداو نخلطو الدقيق غير شوي بشوي، حتى نحسو بهاديك العجينة بحال تعلكات. كيف تشوفوا البنات خاصها تدلك مزيان باش كيف قلت لكم تطلق وتتعلق هذيك العجينه. هنا خديت انا هذه القاعه، شفتوها كبيره باش تخبر على خاطرها. وهنا عندنا ثلاثه ديال التميرات. صافي، دابا غادي نعملوها في القاعه. صافي، ما تنحطوا واحد نصف كميه، تديروا هكا واحد الحفيره ونعملوا هذوك ثلاثه التمرات ونزيدوا بقيه الدقيق والتميرات بالعلفه ديالهم. ومن الاحسن دائما خدموا بشي ملعقه خشبيه، ما تعملوش يديكم. دابا البنات غادي نسدو عليها مزيان وغادي نخليوها 48 ساعة، يعني يومين. صافي، وغتكون واجدة عندنا الخميرة البلدية باش نصايبو بها الخيمات ديال الشعير. من بغو نسدو القرعة، من الأحسن نزيدو واحد فيلم أليمونتيغ هكذا عاد نسدو. كيف تشوفو عاد غنسد القرعة ديالي، نعملو لها شي بطاطينية هكذا، لأن قلت لكم دابا الجو بارد ومن الاحسن دافي شي بلاصه اللي تتكون مظلمه، شي بلاكار. صافي، تنساو البنات. رجعنا معكم بعد يومين، شوفوا تبارك الله على هاد الخميره البلديه كيفاش تفاعلات وكيفاش خمرات. شوفوا كيفاش دايره. صافي، دابا هادي غادي نخدموا بها. شوفوا كيفاش دايره، هكذا تتكون الخميره البلديه. دابا ما غاديش نخليوها، غادي نوضوا نعجنوا بها شي الخيمات ديال الشعير الخميرة بلدية، يجو هائلين. هانتوما البنات غناخدو منها وغادي نفكروها ولا تنربيوها، كل واحد شنو تيقول ليه. دابا خلينا واحد شوية كيف تتشوفو في القرعة، هداك مازال غادي نزيدوه الدقيق يخمر مرة أخرى ونستعملوه مرة أخرى. وهذا الشيء اللي خدينا هو اللي غادي نعجنو به الخيمات ديال الشعير. نحيدو هاد التمرة، شفت تبارك الله غير بالتمر بلا البن بلا اي حاجه اللي تتحمض، غير بالتمر. شوفوا كيفاش خمرات. دابا غادي ندوزو باش نعجنو الخيمه. تنزيدو دقيق الشعير على حسب عدد الاشخاص ولا حسب شحال بغيتو نتوما من الخيمه. زدنا تقريبا حنا شي زليفه متوسطه، غادي نعملو مليحه على حسب الذوق. ونعملو الكمون، الكمون وزيت العود تعطيهم واحد اللذة هائلة. دابا غادي نزيد زيت العود، صافي. وعجننا كيف قلنا لكم بالماء دافئ لأن الجو شوية بارد، والعجينة دائما تتكون مرخوفة.
كيف تتشوف مرفوف، ما تحتاج لا مجهود لا والو، تتبقاو غير في هذا البينيو ديالكم وانتم هكا تخدموا ساهل. ما شوفوا تناخذوا البلبوله تتكون غليظه، تنعملوها هكا فوق على سطح العمل صافي، وتنحطوها فوق شي منيدر نقصها واحد شويه، حاولوا ما تقصوش بزاف لانهم ديال الشعير لحقاش ما تيطلعش. كيف تشوفوا البنات من بعد ما قرصناه خليناه تيخمر، دابا انا غادي نبدا نطيبو. انا مات وحيده اون فوا غادي تحمر ليا من تحت غادي نقلبها باش تحمر من الجهتين، نتوما معايا هاهي تحمرات قلبتها. هانتوما البنات كيفاش تحمرات من هنا ومن هنا، تيجي غزال هاد البطبوط ديال الشعير. صافي غادي نكمل البطبوط ديالي كامل ولا البخيمات ديالي كاملين وغادي نرجع معاكم. اذا البنات من بعد ما طابوا ليا المخيمات كيف تشوفوا ديال الشعير تيجيو هائلين، خصوصا دابا في البرد تيجيو مع زيت العود مع العسل الحر مع زبيدة مع كل شيء تيجيو رائعين. وبالنسبة لواحد النصيحة بالنسبة للبنات اللي ما عمرهم خدموا بالدقيق ديال الشعير، دائما ما يستعملوهش في الاول بوحدو، يقدر يجيهم صعيب. هادشي علاش غنخلي لكم رابط دابا غادي تشوفوه الفوق، غادي تخلطوه مع ما تكونوا تخلطوه اما مع الدقيق الابيض ولا الدقيق ديال القمح، رابط الفوق غتشوفوا الفيديو اللي دوزتو قبل خلطتو ما درتوش غير بوحدو. وبالنسبه اللي صافي تيولوا محترفين في الدقيق الشعير فهو تيجيهم ساهل وتيجي هكذا مزيان. وغادي نحل معكم وحيده باش تشوفوا كيفاش تيجي من الوسط، تيجي رائع. شوفوا البنات كيفاش تيجيو هاد المخيمات، تيجيو غزالين وصحيين وزيدون ماشي بالخميره العاديه، بالخميره البلديه، يعني ما نقولش لكم واحد الريحه طالعه منهم غزاله. نتمنى البنات تجربوهم لانهم صحيين مليون في المية، وان شاء الله نتلقاكم في فيديو قادم باذن الله.